تفضلوا سيد الوزير. سيد المستشار، في البدايه بغيت نشير ان المكتب الوطني للمطارات تبرمج الاستثمارات ديالو في مجال المطارات وفق المخطط المديري اللي تنتوفروا عليه، واللي يعني تعطينا معطيات دقيقه حول مختلف المطارات الوطنيه اللي تيمكن من البرمجه ديال الاستثمارات على المدين القصير والمتوسط حسب الحاجيات المرتبطه بالطبع بحركه النقل الجوي. حاليا المكتب تيعكف على مواصله وانجاز مجموعه من المشاريع المرتبطه بتعزيز الطاقه الاستيعابيه للمنشات المطاريه باش يجعلها قادره على مواكبه النمو المرتقب لحركه النقل الجوي، وذلك من خلال انجاز محطه جويه جديده بمطار الرباط سلا غادي توفر طاقه استيعابيه ديال 4 ملايين ديال المسافرين، بناء منطقه وصول وعبور جديده بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء اللي غادي تبدا بالتشغيل ان شاء الله خلال صيف 23، غتمكن من فصل تدفقات حركه النقل الجوي الدولي والداخلي، وغادي تقدر من الطاقة الاستيعابية ديال المناطق المراقبة ديال الجوازات ومناطق العبور وتسليم الأمتعة. تيواصل أيضا المكتب مشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار تطوان اللي غادي توفرنا بطاقة استيعابية قدروها 300,000 مسافر سنويا، وكذا واحد البرج ديال المراقبة. طلق أيضا المشروع ديال توسيع البنية التحتية ديال مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة اللي تتضمن توسيع مدرج الطيران ولكن كذلك إقامة برج جديد للمراقبة. برمج ايضا انجاز محطه جويه جديده بمطار الداخله على ان تنطلق الاشغال سنه 2024 ان شاء الله. تيواصل المكتب وضع مجموعه من التدابير الاستعجاليه باش يحسن من جوده الخدمات والطاقه الاستيعابيه في افق 24 بمطارات مراكش وطنجه واكادير، وتيحضر لاطلاق انجاز الدراسات الفنيه والتقنيه باش يرفع من الطاقه الاستيعابيه ديال هذه المطارات الثلاث مع مطار الدار البيضاء في افق سنه 2030. وشكرا.